القراءة، أستثمر، رابعا أقرأ المقاطع، ت تو تي تي تو تا تين تون تن. أعيد القراءة، ت تو تي تي تو تا تين تون تن. خامسا، أضع علامة في تحت الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع في كل سطر كما في المثال. إذن كلمات السطر الأول عندنا ستار، دفتر، فستان، تمور. هناك كلمات تنتهي بنفس المقطع وهو رون، في كلمة ستار، دفتر، تمور. عندنا هنا علامة في تحت ستار، عندنا علامة في تحت دفتر، أضيف علامة في تحت تمور. كلمات السطر الثاني، تلميذات، معلمات، تبن، توت. إذا نلاحظ هنا كلمة تلميذات، معلمات، توت تنتهي بالمقطع تون، إذا أضع علامات تحتها. إذا علامة تحت تلميذات، علامة تحت معلمات، علامة تحت توت. كلمات السطر الثالث، ترتب، ذبابة، سلة، نافذة. نلاحظ أن الكلمات ذبابة، سلة، نافذة تنتهي بتاء المربوطة تن، إذن هذه الكلمات تنتهي بالمقطع تن، إذن أضع تحتها علامة، علامة تحت ذبابة عندنا تن، سلة عندنا كذلك ثن، نافذة عندنا كذلك المقطع تون. سادسا، أقرأ الجملة ثم أضع علامة في أمام الجمل المناسبة للصورة. عندنا أربع جمل، التلميذات في المدرسة، المعلمة أمام التلميذات، تسلم المديرة على المعلمة، العصفورة في النافذة. الجملة الأولى، التلميذات في المدرسة، نعم التلميذات في المدرسة، إذن أضع علامة، المعلمة أمام التلميذات، إذا المعلمة هنا عندنا تلميذات أمامها وتلميذات بجانبها، إذا لا أضع علامة. تسلم المديرة على المعلمة، لا توجد هنا مديرة في الصورة، إذا لا أضع علامة. العصفورة في النافذة، نلاحظ هنا عصفورة في النافذة، إذا أضع علامة.